لقد مات أبو طالب، هلك من كان يحميك يا محمد. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وغسلت إحدى بناته رأسه الكريم وهي تبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. الله الخالق الرازق، أسلمي يا مولاتي جويرية، أسلمي وفوزي بالجنة. الجنة؟ وما الجنة يا عابد؟ جزاء الصالحين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن هو محمد؟ محمد هو رسول رب العالمين. لقد شرح الله صدري لهذا الدين، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. يا جويرية! أبي يا عابد، أبي، فماذا أفعل؟ يا حبيبي يا رسول الله، لن تكف قريش عن إلحاق الأذى بك. يا حبيبي يا رسول الله. يا أبا سلمة، إن الله سيعصم رسوله منهم، فلا تبكي يا أخي. ماذا فعل لهم رسول الله كي يعترضه السفهاء منهم فينثر التراب على رأسه الشريف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اصمت يا أسود، اصمت. ماذا تفعلين هنا يا جويرية؟ هذا العبد الأسود يصرخ طوال الوقت، فقمت لأسكته. هات الصوت. لا يا أبتي، إنه قد صمت وسكت. كفى يا أبي، أرجوك، كفى يا أبي. جويرية، فداك نفسي وروحي يا رسول الله. وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة، توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة:
آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. ماتت خديجة وبقي محمد وحيدا. لقد وقع في أيدينا. ومات أبو طالب. سنزيدهم عذابا على عذاب حتى يتركوا ما هم عليه من ضلال. ومن شدة الحزن والآلام في هذا العام سماه النبي عام الحزن، وقد ماتت خديجة والنبي في الخمسين من عمره. فتزوج بعدها بسودة بنت زمعة في السنة العاشرة من النبوة. اصبر يا بلال، اصبر يا بلال، اصبر يا بلال، اصبر يا بلال، على العبودية والصخرة، على الأسواق وعالصخرة، ما تقلقش ده فيه آخرة، وبكرة يحلها الحلال. اصبر يا بلال. ذات يوم كان أمية يعذب بلال بن رباح وهو سيده، فمر عليه أبو بكر الصديق وقال له: يا أمية، ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ إلى متى ستظل تعذبه؟ أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. وواصل أمية ضربه لبلال وقد يئس منه، فطلب الصديق شراءه وأعطى لأمية 3 أواق من الذهب نظير أن يترك بلالا. واللات والعزى، لو أبيت أن تشتريه إلا بأوقية واحدة لبعته بها. فرد الصديق: والله لو أبيت أنت إلا 100 أوقية لدفعتها. ويقال إنه نزل في أبي بكر الصديق هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. انتشرت دعوة محمد ولا بد من القضاء عليها. كيف يا أبا الحكم؟ لا بد من التشكيك في دعوته. ماذا سنفعل إذن؟ نطلب منه أشياء يعجز عن فعلها. فكر معي يا أبا عتبة. نقول له: لكي نؤمن به لابد أن يرينا معجزة أو آية تدل على أنه نبي. أية معجزة يا أبا عتبة؟
نقول له أن يشق لنا القمر. تفكير صائب، وبذلك يعجز عن تنفيذها ونقضي على دعوته. فذهبوا إليه وقالوا: يا محمد، شق لنا القمر، نريد أن نرى آية تدل على نبوتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن فعلت هذا تؤمن؟ قال: نعم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق لهما القمر.